الحاجة النفسية لها دور تلعب. وأنا لو لا أقول لك ناس أنا عالجتهم بشيء نفسي والله ما تصدق. مثال يا دكتور. شيء ما تصور. عجوزة جتني المسجد هذا أصلي فيه وكان يجوني لأني ما أستقبل أحد في بيتي مرة من حي أي حال من الأحوال. وأنا الحمد لله من ناحية الوصفات اللي أعطيها الناس وعلى الناس والله ما أخذت في يوم ولا أيام قرش واحد. ما تأخذ عليه الوصفات مبالغ؟ هذه ولا أخذ ولا شيء، هذه لله. جزاك الله خير. فجاني هو أمه عند الباب المسجد، خرجت من المسجد اللي هو واقف، قال يا أمي والله تبغى أشوفك. قلت فين هو؟ قال سواء السيارة. ما اقتنعت، تقول أبغى أشوف الدكتور جابر. جيت لها وسلمت عليها، كيفك يا خالة وما أدري إيش وهذه، وقالت إني أنا دائما أشوفك في التلفزيون وأنا يعني أحب وصفاتك وأحب، وأنا جيت إلى هنا أبغى بس أشوفك وإذا تعطيني دواء معين يعني، لأن عندي والله أمراض كثيرة. طبعا امرأة يمكنها في 80 وعندها أمراض متعددة، فلازم أنك أنت تدور شيء نفسي، لا سيما وإنها جت تبغى تشوفني. شوفتها لي أدخل في نفسها السرور، لأنها كانت يعني تتمنى أنها تقابلني. ومقتنع أيضا بالعلاجات اللي أنت توصفها؟ ماني غير لا مقتنع أنها تشوف هذا الشخص اللي كان يشوفه في التلفزيون، في الإخبارية، في المجد، في الجرائد، في المقابلات، في المحاضرات، يعني تبغى تشوف هذا الرجل يعني. فأعطيتها علاج عادي من الحاجات اللي موجود في المطبخ، وقلت استخدم هذا العلاج. أنا عارف إنها نفسيا بتتقبل هذا العلاج مهما كان، وأخذته. راحوا شروه من العطارة، وبعد شهرين وأنا خارج من صلاة المغرب إلا هذا الرجال يسلم على رأسي ويسلمني. من أنت؟ أنا أنساهم الناس طبعا. صحيح، مع كثرة الزوار. فقال أنا الرجال اللي جبت لكم، شوف أمي في سيارة تبغى أتكلمك. قال يا دكتور والله ما قد خلينا علاج ولا خلينا مستشفى، ومن يوم أعطينا هذاك العلاج على أنها شفيت أنها ما عاد تشكو من أي حاجة أبدا. وشوف هذا الحين بتقابلك وبتقول لك شو اللي حصل. السلام عليكم يا خالة. عليكم السلام. كيف؟ قالت تبعت تدعي. قلت الله يسمع منك. قالت والله يا ولدي اني من يوم اعطيتني هذاك العلاج على اني ما عاد احسك باي شيء. سبحان الله. واني الان انام وانا مرتاح، واقوم وانا مرتاح، واكل وانا مرتاح. فهو الامر نفسي. نص العلاج اذا لم يكن كله نفسي. يا سلام.